بطل الجمهورية في رفع أثقال وألعاب قوة، وبطلة أفريقيا في كرة ريش. الحمد لله حققت بطولات جمهورية كتير، اتسميت في الفتاة الذهبية. ورغم أن عمري مثلا 50 سنة، أنا ما زلت بلعب رياضة وأفضل ألعب رياضة لغاية آخر نفس في عمري. ما بنحاولش نبص لنظرات الناس، ما بنحاولش. كان زمان كنا بنتضايق لأن كانت نظراتهم مش حلوة، إنما دلوقتي استحسنوا شوية شوية، مش هقول قوي يعني. مفيش صعوبات بالنسبة لممارسة الرياضة، بالعكس، لما انت كل ما بتديها كل ما بتديك، وفي نفس الوقت طالما مهتمية بيها كتغذية كتمرين كنوم، مش نوم متأخر وصحيان متأخر والكلام ده، لا، لازم أحافظ على نومي، على أكلي، على حياتي نفسها. متجوزة بقالي 2 سنين، الحمد لله متجوزة واحد رياضي، فبالنسبة لي ان هو مشجعني ان انا اكمل رياضة، مش ان انا مجرد اتجوزت اقعد في البيت، لا. والحمد لله محافظة على بيتي، محافظة على شغلي، محافظة على رياضتي. البلد عامة ان هي مش معترفة قوي بكسر القمة. طموحاتي في المستقبل ان انا اخلي قصار القمة كلهم ليهم طموح وشأن وحاجات كتير قوي، يعني نفسي اشوفهم كده ابطال عالم.